واسمحوا لي أننا أتحدث قليلاً في هذه النقطة. إحنا المصريين كلنا كنا دايماً لنا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبداً ولم نشتكي أبداً ولم نطلب من أحد أبداً أي دعم في هذا الأمر. الأمر اللي أنا بتكلم فيه ده، إحنا دايماً بنقول إن إحنا عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني ما حدش يقدر يزايد علينا ويقول إن إحنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبداً، ما حدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة. لكن الأمر مختلف،